تقع أقواس مدينة قسنطينة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5، وهي معلم يطل على ضفاف وادي الرمال العريق، معلم هيدروليكي روماني عتيق استعمل في توصيل المياه إلى سكان المدينة قديما، حيث كان الماء المتدفق من هذه الأقواس يمر من منبع بومرزوق وفسقية إلى غاية الخزانات والصهاريج الموجودة في الكدية أعالي المدينة. وقد كانت هذه الأقواس سابقا على 3 مستويات علوا، ويبقى هذا المعلم شاهدا من شواهد حضارة مدينة قسنطينة العريقة. تتزين قسنطينة هذه الأيام وتلبس أحلى حلة لاستقبال حدث قاري فريد من نوعه، شان الجزائر 2023. أضواء كاشفة وضعتها السلطات المحلية للولاية زادت المشهد جمالا ورونقا بغية إبراز هذا المعلم الأثري ليلا لكافة المارين بجنبه، لتؤكد للعالم أن قسنطينة تعتني بذاكرتها على غرار فخرها بزخم موروثها المادي واللامادي.